رح نضلنا نهرب لقدام، لأنه نحن ما عندنا بيستعمل تعبير، خليني أقول ما في ركاب. يعني في ناس ما عندها ركاب تتجرأ تواجه لتتخطى مرحلة معينة، بتطويها بتضبها بالجرار بتضبها بالخزينة بتضبها بتقول بعدين 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 بيجي حدا هو بيكفيها. طالما نحن ما عندنا رجال دولة قادرة تنهي هيك ملف وتسكر هيك ملف وتواجهه بكل واقعية، مش حنقدر نخلص ولا ملف، يعني إن كان ملف المفقودين أو ملفات أخرى. عملياً بعد في أهل عم بيتابعوا قضيتهم وعم بيجربوا يشوفوا جواب معين لحتى يقدروا يسكروا هذا الملف، يعني بعد عندهم أمل إنه أولادهم عايشين، وإن شاء الله يكون هذا الأمل صحيح وإنه بعدهم عايشين ويقدروا يحصلوا على أولادهم. كنائب من الباعة الغربي أنا مستعد إنه أضغط معهم لنوصل للحق اللي هن بدهم إياه عن طريق الدولة، يعني أي شيء بدهم إياه بالدولة نحن مساعدين نمشي للآخر معهم. نحن بالمناهج كلنا بنعرف في خلاف دائم بهذه الحقبة كيف بدنا نتحكم. كمان يجب إنه ناخذ القرار ونحط هذه الحقبة ونحكي فيها، لأنه من حق أولادنا يعرفوا هذا التاريخ ونعلمهم عشان ما نرجع لهذا التاريخ. هيدي بدها قرار جذري من كل سياسيين للي حاطين إيدهم بالمناهج، ونحن كلجنة التربية هلأ رح نفوت بدورنا على المناهج لحتى نحط هذه الحقبة ونوثقها بالتاريخ اللبناني لنخلص من هذا الأمر نهائيا وما نخاف منه.